لا أخفي على حضرتكم وأنا أقف اليوم أشعر بفخر شديد بمسيرة ونضال وكفاح المرأة المصرية عبر العصور. أما اليوم تحظى المرأة المصرية بدعم سياسي غير مسبوق وحرص دائم على تكريمها ومساندتها من أجل أن تكمل رحلة عطاء متميزة. ومثلما نعلم جميعاً فلدينا في مصر الآن رؤية واضحة منطلقة من أكثر من محور، أهمها محور بناء الإنسان. هذه الرؤية تحقق أهداف التنمية المستدامة 17 التي وضعتها الأمم المتحدة، كما تتوافق مع أجندة أفريقيا 2063 من أجل أن يكون لدينا إنسان مصري مكتمل معرفياً، متمكن اقتصادياً، وقادر على المشاركة في صنع القرار. واليوم ونحن نحتفل بعيد الأم نتذكر بالطبع أننا نحتفل هذا الشهر تحديداً بذكرى مرور 100 عام على ثورة 19. وكما شاهدنا منذ قليل في الفيلم، كانت البداية لحركة تحرر واسعة للمرأة المصرية. وخلال 100 عام الماضية، ولكي تصل المرأة المصرية لمنصب النائبة في مجلس النواب والوزيرة والمحافظة وتتقلب معظم المناصب الهامة في الدولة المصرية، لكي تصبح المرأة المصرية مفكرة وكاتبة وأديبة وعالمة، من المؤكد أن هذا جاء نتيجة لتراكم كبير حدث خلال 100 عام الماضية.